اجتياح يعني بدأت الآن، أعتقد أكو بوادر اجتياح بدأت أكو؟ الآن أكو انسحاب للجيش اللبناني، وأكو تقدم بما يقارب 100 آلية. هم من الصبح مستعدين يا سيدي يا أستاذ سرمد، هم من الصبح كانوا مستعدين. الله يبعد الشر. دا نقولك يا أستاذ عدنان. نعم. يا أستاذ عدنان دخل. نعم. دا نقولك يا لا بالعكس بالعكس، هاي CNN هسه عبر الأقمار الصناعية هسه، وأنت دا تحكي دا تتكلم ويا الضيوف، CNN نزلتها زين، يقول أقمار الصناعية دا تبين أنه أكو آليات دا تتجه يعني الجيش اللبناني منسحب، الجيش اللبناني هسه منسحب نحو العمق. هذه يعني بوادر. هاي قبل تقريبا نص ساعه العمليه البريه الاسرائيليه في لبنان ممكنه خلال ساعات. هسه دا اقول لك دا يتحركون، دا اقول لك دا يتحركون، مو دا اقول لك انت كلمه ملتي قدرت تخلي انقل لي على مود يبلش يدخلها بالمحور. نعم. زين. نعم. استاذي احنا بالنسبه لنا ما عندنا غير نتلقى الضربات، يعني انا من اتكلم تعرف انت اتكلم بصوره مهنيه ما لي علاقه، وقت وقت الكلام نعرف اسرائيل عدوتنا وتربينا اني واستاذ نجاح الاعمار اللي انت هسه قاعد وياها كلهم تربوا من السبعينات بالنسبه لي على كراهيه اسرائيل. نعم. وعلى زوال هذا الكيان، لكن اليوم انت جايبني من اجل ان نتكلم بمهنيه حول هذا الموضوع. نعم. شنو الامكانيات وشنو اللي ممكن ان احنا اي امكانيات لصد الطائرات الاسرائيليه ما عندنا. انتهينا من هذا الموضوع على مود الفصائل، لانه انت تعرف واني الفصائل ما عندنا مضادات، ما عندنا احنا حتى الفصائل اخوة ما عندهم يعني مضادات. يا اخي ايش عندك انت؟ عندك اس 400 هو شو وقع الاف 35 يا استاذ عدنان؟ الاف 16 اربع طائرات تطوا من الجيل الرابع، الاوكرانيا طبت بكورسك طول بعرض 10 طائرات تطوا الجديده، هاي الاف 16 من الجيل الرابع مو مالتنا اللي عندنا.